كان نصر عطية حمد المحامي تمام من محافظة كفر الشيخ، تمام بيشتغل محامي، عنده مشكلة وعاوز أعرضها على حضرتك للمسؤولين يحلوها. بتعرف على المشكلة إيه بالظبط؟ المشكلة إن أنا عندي 3 أولاد، ابني اتقدم للكلية الحربية ضمن 90,000 طالب، قعد في الكلية الحربية السنة الأولى ونجح فيها واتقبل، والسنة التانية نجح فيها واتقبل، ويكشفوا عليه كل 6 شهور دوري طبي. قعد في سنة تالتة في طالب في مشكلة بينه وبين طالب في الكلية، والطالب ده واصل أبوه ولا عمه لواء، وصى عليه ان هو يطلع من الكلية، يفصل من الكلية بسبب ان شوف له اي سبب طبي. شاف له سبب طبي بعد سنة تالتة، بعد خطوة واحدة من التخرج، باقي خطوة واحدة من التخرج، شاف له سبب طبي وقال ابن يوجد عنده عرق غزير. طب لما هو عنده عرق غزير قابلته ليه من الاول؟ ضاع عليه 3 سنين، هو سنة تالتة حربية، وانا بطلب استغاثة للمشير والفريق أول عبد الفتاح السيسي بتدخله شخصيا لحل مشكلته وقبول ابني بالدفعة اللي كان مقيد فيه. النهاردة بقدم له في الكليات المدنية، مش راضي تقبله الكليات المدنية، قالوا انت كنت فين من 3 سنين فاتوا، ادوني خطاب علشان خاطر ادخله كلية مدنية التربية الرياضية، الكلية اللي كان فيها من الأول، الكلية اللي اتقابل فيها من الأول، قالوا ده عنده مرض عرق مش ممكن يقبل فيه. ابني في الشارع متشرد، وأنا بقول للفريق السيسي رحمة بأسرته ورحمة بأهله ورحمة بوالده ووالدته المريضة إن هو يتدخل شخصيا، وإعادة ابني قيده وتكلفه بأعباء خفيف. ليه القوات المسلحة ما تمتش علاجه في مستشفياتها؟ كلمتك الأخيرة بتوجهها لمين؟ أنا بوجهها للفريق السيسي بتدخله شخصيا، بنظر تظلمي ونظر حالتي بالكشف على ابني على أعلى مستوى. يعني بتطلب إعادة الكشف على ابني؟ بإعادة الكشف عليه، لبيان ما إذا كان فيه الكلام اللي هم قالوا فيه، الكلام اللي هو وهمي اللي قالوه، بعد الدعاء الوهمي اللي قالوه يشوف بنفسه هو صح ولا غلط، وعاوزين نقابله ويشوف اللازم معاه وما يدمرش مستقبله ويعيد قيده في الكلية الحربية، لأنه ما يرضيش حد إن طالب فضل له خطوة يتخرج يبقى في الشارع كده بدون علاج وبدون قيد وبدون كليات. أوديه فين الطالب ده؟ ينظر لحالتنا وحالة أسرته. شكرا. الله